يا صباح الخير والسعادة والجمال على حضراتكم، وبرحب بحضراتكم يا رب دايما في خير وفي صحة وفي سلامة. وحلقة جديدة من برنامج مصر جميلة. يعني زي ما بنقول دايما كده، الجو كده بقاله يومين، وزي ما عرفت من الأرصاد انه هيكون او هتكون الموجة دي ان شاء الله لغاية يوم الثلاث ان شاء الله. يعني طبعا انا واحد من ضمن الملايين، الجو في البيت حاجة وفي الشارع حاجة تانية خالص، خلي بال حضراتكم يعني ان البيوت اسقع شوية. فنتمنى الصحة والسلامة لحضراتكم، ودايما زي ما بنقول خلي بالنا انه في الاجواء الباردة دي تنشط يمكن هذا الوباء او كده، فخلينا نحافظ على اجراءاتنا اللي احنا بناخدها والتزامنا بالماسك او الكمامة بتاعتنا مع مجموعة المطهرات اللي بنستخدمها بشكل يومي. ان شاء الله ربنا يعدي هذه الأزمة على خير بإذن الله، ونعود لحياتنا الطبيعية مرة تانية. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم برضو بمزيد من التفاؤل في موضوعين. الموضوع الأول هنتكلم على التعافي والإصلاح الاقتصادي اللي حصل في مصر، خاصة في 2021. الأمر مختلف، مؤسسات الدولية الاقتصادية بتتكلم وحطت ووضعت مصر الحقيقة على مصاف الدول أو الأسواق الناشئة الأكثر والأسرع تحسنا في مطلع 21. طيب ده معناه ايه؟ معناه الحقيقة مجموعة من الأرقام، معناه ارتفاع في الناتج المحلي، معناه نزول في الدين العام، معناه نزول في حجم البطالة، معناه كمان مجموعة من المشروعات القومية اللي قامت بها الدولة المصرية ومستمرة فيها. المشروعات دي هتضيف قيمة استثمارية كبيرة جدا للاقتصاد المصري، هتؤدي الى انه حجم الاستثمارات الخارجية هيزيد يعني مرة كمان او الضعف كمان، وده لو حصل الحقيقة هتبقى طفرة ما حصلتش قبل كده على المستوى الاقتصادي في العالم كله، في ظل هذه الجائحة وفي ظل ما يعانيه العالم من جائحة كورونا. عندنا كمان على المستوى التاني الرسائل اللي بنبعتها طول الوقت للعالم كله، انه من فضل الله مصر آمنة، من فضل الله احنا بتقام على ارض مصر النهاردة بطولة من اكبر بطولات العالم، كأس كرة اليد او كأس العالم لكرة اليد. الحقيقة بحيي منتخبنا القومي اللي ماشي الحقيقة بشكل جيد جدا وبيفوز على منتخب من المنتخبات القوية والصعبة جدا، منتخب روسيا. وانا بقول انه المؤشرات كلها جيدة، وبإذن الله نشوف مصر في النهائي على ارضها في بطولة من البطولات او كبريات البطولات على المستوى العالم. كل ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انه الاصلاح ماشي في طريق جيد جدا، بيقول لنا انه خدوا بالكم انه احنا مكملين في المنظومة دي. حجم الاقتصاد اللي هيحصل له تعافي في المرحلة القادمة ده هيؤثر على الحياة المعيشية مباشرة. يعني ناس كتير يعني تقول احنا يعني في ضغوط، في امور احنا مش قادرين نكملها في وهكذا، يعني لانه كلنا عايشين نفس الحالة يعني. لكن في الاخر انت النهاردة زي ما بنقول كده بيت بتعمل له اساس عشان يطلع قوي جدا وتقدر ان انت تعيش فيه، هي دي المرحلة اللي احنا بنعيش فيها في هذه او في هذا الوقت. هيشرفني في هذا الحوار، وهنتكلم طبعا عن مؤشرات اللي رصدتها المؤسسات الدولية الاقتصادية عن مصر، هيكون ضيفي في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الاستاذ احمد زغلول، وحديث عن الاقتصاد المصري في 2021 والتنبؤات طبعا الاقتصادية اللي هتحدث فيما هو قادم بإذن الله في هذا العام. الفقرة الثانية هنتكلم على حاجة خفيفة كده، الهوس. احنا زي ما بنشوف فيه بنسمع المصطلح ده تحديدا، الهوس ده اللي هو عشق واستمرار وحب الشيء بتفاصيله، وكل ما بيطلع حاجة جديدة احنا رايحين، هوس الشراء، هوس عمليات تجميل، هوس السوشيال ميديا، الهوس بشكل عام. هل ده مرض؟ هل ده نقدر ان احنا نستغنى عن الاشياء اللي احنا بنحبها؟ هل نقدر نستغنى عن الحاجات اللي احنا بنتابعها كل يوم وبنشوف تفاصيلها وايه الجديد اللي حصل فيها؟ ده بيسمى في السيكولوجي او علم النفس الهوس بالشيء. الهوس ده ازاي نقدر نتخلص منه؟ في احيانا هوس حب اولادنا، يعني احنا خايفين طول الوقت وبندور عليهم، وايه اللي حصل ده الولد دفي شويه، ده برضو نوع من انواع الهوس.
ممكن يصل الى حد المرض، فده هيكون برضو محور حوارنا، وازاي ان احنا نقدر كمان نستغل علاقاتنا ونعود مرة تانية للم شمل الأسرة المصرية. وده مهم وجزء مهم جدا في ان احنا ممكن نسيب شوية التليفونات بتاعتنا ونقعد نتكلم مع بعض، لانه ده نوع من انواع الهوس، وده اعتقد انه احنا يعني كلنا بقينا مرضى بيه. هيشرفني في هذه الفقرة الدكتورة إيمان عزيزة، أستاذ الأمراض الجلدية وأيضا متخصصة في علم التنمية البشرية، وهنسمع كتير عن هذا الموضوع مع حضراتكم بإذن الله. بعد الفاصل التقي بحضراتكم وفقرتنا الأولى، ابقوا معنا. لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، محدش من فكره لغاني مصر جميلة. مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير وليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.